أحدث ظهور للفنانة الكبيرة طبعا شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب. الصورة دي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الوقت البسيط اللي فات، وهو أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان حسام حبيب. لكن واضح إن الفنانة شيرين عبد الوهاب خست جدا في الفترة الأخيرة، لأن من شهر أو شهرين كانت ظهرت في حفلة كانت تخينة جدا، وده طبعا كان عرضها لانتقادات كبيرة جدا، وناس كتير بقت تشبهها بالفنانة ويزو علشان بقت تخينة جدا. لكن واضح في الصورة اللي قدام حضراتكم دي ان الفنانة شيرين عبد الوهاب نزلت جدا من وزنها خلال الفترة البسيطة اللي فاتت. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.